عن نفسه لازم يكون واخد قرار. اللي هيمد ايده عليا هقطعها له. حد ياكل بصل بالليل؟ متجوزني عشان كده بس؟ متجوزك عشان كده بس؟ امال متجوزك عشان العب معاك طاوله؟ كل ما بشوفك بفتكر هم عملوا فيك ايه. عارفين بقى ايه اكتر حاجه محتاجاها اي بنت من الراجل؟ الامان. وانا ما بقتش حاسه بيه. انا كل يوم بركب اتوبيس وكل يوم بيحصل لي زفت. عايزين نبقى عقله ازاي؟ اللي يعمل كده في واحده يستاهل. ردي عليا قولي لي يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ يستاهلوا. وانت مال اهلك انت؟ اعمل محضر زي ما هي بتقول. انت مين في مصر انت عشان تركب تاكسيات؟ عايز مخبر في كل اتوبيس. قولي انا حصل لي تحرش. لا ما حصليش. مصر كلها دلوقتي بقى فيها تحرش. يا ولاد تطلعين ايه؟ هي النهارده ملف خطير جدا. الناس مش عايزانا نعمل زي ما هي عملت. مفيش قدامنا حل غير ان احنا نعمل زيها. كنت في المستشفى عملت صور. انت كنت طالع الاوتوبيس تتزنق؟ كتر القلع يعلم العف. زامبيا زامبيا. بص في الناس. بحبها فيكي هي دي. هي دي طيبة. هسألكوا ثلاث أسئلة. حصل لك تحرش قبل كده؟ كم مرة؟ وكان رد فعلك ايه؟